أهمية دراسة التاريخ والتراث والحفاظ عليهما للأجيال ما تحتويه مدينة حمص من أبرز مضامين تضمنتها الندوة العلمية التي أقامت الجمعية التاريخية السورية بحمص، الندوة التي أقيمت ضمن احتفالية الذكرى 50 لتأسيس الجمعية. عرض خلالها المهندس أحمد عكاش مدير سياحة حمص الجهود التي تبذلها المديرية ووزارة السياحة للنهوض بالقطاع السياحي من خلال عودة استثمار جميع المنشآت السياحية باعتبار أن سوريا مهد الحضارات وتمتلك جميع مقومات السياحة على اختلاف أنواعها ولا سيما محافظة حمص. أنا بالنسبة لي شاركت بأعمال من صميم التراث اللي هي أعمال خط عربي مشغولة بأسلوب الزخرف النافرة اللي بنقول عنها الأرابيسك أو العجمي، واللي خط عربي كلاسيكي طبعا ضمن قطع زخرفية مذهبة وملونة بالألوان الترابية الممزوجة بالأصماغ العربية. مشارك أنا هون بالمناسبة لمرور 50 سنة على تأسيس الجمعية التاريخية السورية مختصة بمدينة حمص. مشارك أنا عدد منيح من اللوحات اللي بتخص الآثار الموجودة بشكل عام بسوريا، منفذة بأعمال مادة الطين. الجمعية لما عم تقيم هيك احتفالية معناتها أحياء للماضي، لتاريخنا، لحاضرنا، لمستقبلنا اللي بيعتمد اعتماد كتير كبير على هالحضارة اللي أقام فيها أجدادنا. تاريخنا عظيم جدا، حضارات متنوعة اللي قامت بهالأعمال وهالمباني وهالشيء. نحن هذه الاحتفالية لتذكر أهل المدينة بهذه الجمعية وما قامت به عبر 50 سنة. فخلال النشرة التي أصدرناها عرفنا بالجمعية وعملها السابق، ومن خلال الفقرات التي قدمناها عرفنا بنشاطها السابق وعرفنا بالخطط الموضوعة للمستقبل. لذلك هذه الحفلة بنفس الوقت قدمت فقرات من نماذج عمل الجمعية أيضا الذي تقوم به. قدمنا حكاية من التراث الشعبي، قدمنا فيلم توثيقي، وسنعمل على توثيق كل المجالات الأثرية والتراثية والحضارية.